صباح الخير والجمال على مشاهدينا ومشاهدي قناه الصحه والجمال، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج ابن حياتك. طبعا احنا عارفين ان الرياضه دايما نسمع المقوله اللي بتقول العقل السليم في الجسم السليم، وبما ان العقل السليم في الجسم السليم يبقى لازم نتكلم النهارده عن الرياضه. بما اننا هنتكلم عن الرياضه فاحنا هنتكلم عن الرياضه الاكثر شعبيه في مصر وهي رياضه كره القدم. وبما اننا هنتكلم عن رياضه كره القدم فيسعدنا ان يكون معانا النهارده الكابتن عمرو مسعود مدرب قطاع الناشئين بنادي الصيد المصري فريق 2003. صباح الخير يا كابتن عمرو. صباح النور يا فندم. صباح النور. وبرضو احب ارحب بصديقتي الاعلاميه النهارده معانا في البرنامج الاستاذه منى عبد الله. صباح الخير يا منى. خير يا اسلام. اتفضلي يا منى. صباح الخير يا كابتن عمرو. صباح النور يا فندم. صباح النور. يا ريت في البدايه كده حابين نتعرف على حضرتك اكتر. والله حضرتك انا بشكرك جدا مبدئيا. شكرا. الناس من اعظم الشخصيات المحترمه جدا انا عارف في مجال الرياضه، فبشكر حضراتكم وبشكر البرنامج اللي هو استضافني في الحلقه ديت، وبتمنى ربنا يكرمني ان شاء الله واكون بس عند حسن ظنكم ان شاء الله. يا فندم ده شيء يسعدني. ربنا يكرمك. انا دلوقتي حضرتك انا عمرو مسعود محمد مدرب كره بالنادي الصيد المصري في الوقت الحالي. فرقة 2003 الفرقة اللي المفروض ان من احسن فرق النادي، وهي المفروض اللي الحدث المنتظر باذن الله ان شاء الله الفترة القادمة للدرجة الاولى الخاصة بالنادي. فانا عمرو مسعود مدرب كورة وحصل على شهادات تدريبية كتير جدا جدا، حصل على الشهادة التدريبية الاساسية اللي احنا بناخدها في كرة القدم من نقابة المهن الرياضية. دي كانت دورة كانت حوالي 45 يوم الدورة ديت، وكانت شاملة كل ما هو خاص بكرة القدم والرياضة العامة في مصر. وبعدين خلصت الدورة ديت خدت الدورة التخصصية في كرة القدم برضو للمدربين، التخصصية خاصة بان انت شغال فين او شغال عمر سن ايه او بتحب العمر السن تشغل فيه ازاي. فخلصنا برضو الدورة دي، دخلت على دورة اسمها الدورة المتقدمة للمدربين اللي هي الدولية كانت قبل الدورات الدولية اللي هي مختصة بمصر اللي هي السي والبي والاي. تمام. فأنا خدت الدورة التخصصية دي من نقابة المهن الرياضية برضو، والدورة المتقدمة للمدربين كرة القدم خدتها من الأكاديمية العربية الأفريقية، دي خدناها برضو كان دكتور فاروق عبد الوهاب حد من الناس المحترمين طبعا. جدا جدا طبعا. في المجال الرياضي طبعا. وشخصية محترمة جدا، وكان نائب رئيس مجلس اتحاد الكرة المصري في يوم من الايام سمير بيه زاهر طبعا حد من الناس المحترمه والراقيه جدا الله يرحمه ويغفر له ويسامحه. تمام. فكانت دوره جميله جدا، وكانت دوره فيها مدربين عاليه جدا جدا جدا، ودوره دوليه. الدوره الدوليه دي حضرتك اللي هي مدربين جايبينها من خارج مصر اللي هو اسمه ديفيد شنايدر. ديفيد شنايدر ده مدير قطاع الناشئين بالمانيا، فمدرب عالي جدا 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 وصاحب فكر عالي قوي، وجي في مصر هنا كان جاي بالصدفه يعني احنا من حظنا، والدكتور فروع ابو هبه طبعا يعني حد جاب لنا الراجل ده يعني زي ما بيقولوا بقى حظك. تمام. كان معاه مدربين كتيره جدا جدا، مدربين في منتخب مصر ومدربين ماسكين كره دلوقتي في الدرجه الاولى، فكان مدرب يعني حد بيدينا الدوره مدير قطاع ناشئين في المانيا، بيقول لك المدرب شكله ايه في الملعب، لازم يكون لابس ايه، لازم يتعامل مع الاولاد ازاي، كل حاجه لها مواصفات معينه حتى اللبس والشكل والمظهر. تمام تمام تمام. فهو بيتكلم على المدرب لازم يكون نازل الملعب ازاي، المدرب نازل الملعب لازم يكون لابس زي رياضي. تمام. يعني احنا بنقول المدربين كلها بتلبس جاكيت ترينج وبتاع جو ساعه المعتاد اللي احنا بنشوفه في التلفزيون. انما هو بيتكلم في ايه حضرتك، بيتكلم على ان انا كمدرب لازم اكون لابس ايه، لابس شورت وفانيلا جو ساعه، مش ساعه انت لابس شورت وفانيلا عشان احقك للعيب ان انت منه. دي ناحيه نفسيه بقى عاليه جدا، دراسه نفسيه دي. فانت لازم تبقى انت معد اصلا للاعب عشان الناشئ يشوفك تبقى انت لابس الزي الرياضي وتتعامل معاه كانك صاحبه وصديقه. تمام. ده اللي احنا للاسف ما بنشوفوش في مصر. فالوضع ده والشغل ده حببنا احنا كمدربين عاليه جدا بفضل الله معاه ان احنا حاجه تانية. كنا حوالي 45 مدرب. فالراجل دوت يعني لو ربنا اكرم ان شاء الله بامر الله باذن الله وفي فرصه بعد كده مع استاذنا جميل الله يخليك تمام ومع سعادتك باذن الله انا يعني هوريكم الدورات الخاصه احنا خدناها ايه؟ عملها في سدهايه. السدهايه دي حضرتك هم منظمين الشغل بتاعهم في المانيا، بيقول لك الناشئ نفسه بنشتغل معاه ازاي؟ البراعم بنشتغل معاها ازاي؟
كيفيه التعامل مع لعيب الكوره، والطريقه اللي انت بتتعاملي معاها ايه، بتتعاملي معاه ازاي، بتتكلمي معاه ازاي، بتاخد وتدي مع اللعيب ازاي. يعني كل حاجه هناك بتفاصيل ومعينه وشغل معين وكل حاجه ما لها. ما انا بكلم سعادتك بقى يعني على عمر تاني. وعشان كده حضرتك شايف دايما الكوره في المانيا ازاي والفرق في المانيا. عشان حضرتك يعني احنا بنقول نتمنى من الله تمام، مع وجود سياده الرئيس طبعا ان احنا كلنا بنحييه وبنرفع له القبعه، رئيس الجمهوريه حد محترم جدا وربنا يكرمه ويوفقه طبعا في اللي هو بيعمله كله. فاحنا بنتكلم على شغلنا احنا في المجال بتاعنا. في المجال الكرة. المجال بتاعنا كره القدم. فبالتالي الناحيه النفسيه ان انت بتتعامل مع اللعيب ازاي. فالراجل ده وضح لي وشرح لي وراني، اداني سيديهات خاصه بيا انا مع مدربين تانية، وكان معانا برضو الكابتن ياسر ريان في الدوره دي، احد المدربين المحترمين جدا جدا في النادي الاهلي وعلى السبق الاعلامي كله، كابتن ياسر من المدربين كويسه جدا جدا، وربنا منحه بابن بيلعب في النادي الاهلي. فطبعا الرؤيه دي والوضع ده اللي احنا كنا فيه، خدنا سيدهات. السيدهات دي خاصه بكره القدم، هم بقى رابطين بقى السيدهات، مش حاجه عاديه عندهم. يعني انا عامل سيدهايه تمام وانا مسؤول قطاع الناشئين في الاتحاد الدولي الالماني. السيدهات دي ما حدش بيقدر يعني ياخد تمام، يعني لازم مدروسه صح ومدروسه صح. لا السيدهايه نفسها ما ينفعش حضرتك تاخد صوره منها او تاخد او زي منهج مقفول، ما فيش حد يقدر. ده دي شغل الماني زي منهج مقفول. شغل الماني والشغل الاوروبي كله بنفس الوضع ده، نفس السيستم. انت بتلاقي حضرتك التدريب نفسه موجوده، ما ينفعش ان انت تاخد كوبي، ما ينفعش، لان ده شغله واكل عيشه. صح. فالراجل بيقول انا عملت الكلام ده. طبعا الفنيات بتاعته بقى كابتن عمرو بقى، فما حد مش عايز حد برضه يطلع عليها. الفنيات المخصوصه دي انا بقول لسعادتك الالعاب التوافقيه للعيب الكوره عشان يبدا اللعيب توافق عضلي عصبي. تمام. كنت انا من اول المدربين اللي بفضل الله سبحانه وتعالى كانت هي بتكلم في النقطه دي بصفه اساسيه. الكلام ده كان من 20 سنه. تمام. وانا بتكلم في الكوره، انا مدرب كوره من 20 سنه. اي نعم انا لعبت كوره لغايه الدرجه الاولى، ولعبت كوره لغايه في نادي الطيران المصري مع الكابتن اسماعيل ريان طبعا المدير الفني. حضرتك نشات في نوادي كتير. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ولعبت منتخب مصر العسكري مع الكابتن الكبير القدير اللي نتمنى ربنا يشفيه ويشفي المريض طبعا، كل دعواتنا مع الكابتن مدحت فقوسة، الراجل القلب الكبير جدا جدا في كره القدم المصريه، اللي هو جاب كاسات عالم في المنتخب العسكري. فانا كنت معاه في اللحظه دي في المنتخب العسكري ساعتها. تمام. فحد راقي جدا، حد محترم جدا، وابن بورسعيد الجميله يعني. طيب بما ان حضرتك بقى طبعا مدرب قطاع الناشئين، فاحنا عايزين نعرف برضو فكره من حضرتك كيفيه اختيار البراعي. ازاي اختار البراعي؟ انا بكلم سعادتك عشان بس ابدا تدريجيا، لان عشان تمام. اوضح بس انا وصلت لغايه فين. ماشي اتفضل. حبيبي يا فندم ربنا يخليك. اتفضل. فانا بتكلم على الدوره، وخدت بعد كده الدوره اللي هي دوره البراعم، مدرب البراعم. الدوره دي ما بتتعملش في مصر وما اتعملتش قبل كده بقى لها كام 20 سنه، دوره البراعم للمدربين. انا كماسك، انا لعيب او ماسك، انا كمدرب بمسك البراعم، لازم تكون انت مؤهل ثقافيا ان انت تتعامل مع البراعم ازاي. طبعا لان ده اطفال وصعب تعامل صعب شويه منه. ما انا بكلم زائد ان الاستاذ الدكتور محمود سعد طبعا اللي ربنا كرمنا كلنا بيه في اتحاد الكره المصري، اللي هو المدير قطاع الناشئين باتحاد الكره المصري. الدكتور محمود سعد حد من الناس القيمه والقامه العاليه جدا جدا جدا، الدكتور محمود سعد. بس هو اعلاميا ما بيظهرش، فمش عارف ازاي. انا وكلمت الدكتور محمود سعد، ما بيحبش الظهور الاعلامي ممكن. لا بس الإعلامي. هو حد بقى ايه ده، حضرتك لو في نصيب وتقعد معاه قصه تانية خالص. ربنا يسهل. يعني خدتها الدوره دي. تمام. وبعدين خدت الدوره السي للمدربين تمام برومانيا، وخدت البي من رومانيا، فهمتني سعادتك ازاي. وبعدين جيت هنا في مصر، كانت حاجه جميله جدا في جمهوريه مصر العربيه عندنا، قال لك المدرب لازم ياخد دوره دوليه من الاتحاد الانجليزي. خدت الدوره الدوليه من الاتحاد الانجليزي مع الكابتن مجدي عبد الغني، كان بيعمل الدوره دي ساعتها، كان هو المختص ب الدوره الخاصه بالمدربين الدوليه في لندن. خدت الدوره دي، طلعت معاهم في لندن، وجيت هنا خدتها في مصر وخلصت الدوره على كده. جيت بعد كده تاني دخلت على الدوره التثقيفيه في اصابات الملاعب. تمام يا كابتن، ده حضرتك السي في بتاعك مليان. ما انا بكلم سعادتك على يعني السي في عشان نقدر نتكلم مع بعضينا واشرح انا فين. تمام. تفهمني سعادتك. دوره دوليه وبعدين الدوره التثقيفيه لتخطيط الاحمال. طب انت بتخطط احمال ليه؟ الاستاذ الدكتور محمود سعد قال لي يا عمرو انت اخبارك ايه في الاحمال؟ وريته الدوره، الراجل اشاد بيا كتير جدا. تمام.
وكنت ساعتها في الوقت ده شغال في الزمالك مع الدكتور محمود سعد. فبعد كده دور التثقيفيه في اصابات الملاعب. طب انت كمدرب اصابات الملاعب انت هتستفاد بيها؟ لا هستفاد طبعًا. عشان اعرف الدكتور اللي معايا طبعا الدكتور اللي معايا طبعا الدكتور اللي معايا حضرتك بيعالج لعيب ازاي. تمام. واحنا عندنا في مصر بسم الله ما شاء الله دكاتره عظام جدا يعني ده اكيد. فربنا ييسر حالك. ودوره تثقيفيه في اعداد برامج البرامج الترفيهيه. تمام. اللي هو الشغل الترفيهي اللي المدرب مفروض بيعمله قبل التدريبه، يخرج الاولاد من الجو اللي هم جايين فيه والطريقه اللي هم جايين فيها. يعني انا جاي انا مثلا عندي لعيب صغير او لعيب نشئ، تمام، جاي متنرفز وزعلان من الدراسه، وده عندنا في مصر بسم الله ما شاء الله، زائد جاي زعلان زعلان مع والدته، زعلان مع والده، جاي واحد زميله قال له حاجه زعلته. طب انت تخليه بقى ازاي؟ ده شغل دولي، تأهله بقى نفسيا، تخليه زي مؤهل نفسيا ان هو يقود معاك التدريب ويعمل تمرينك ويستفاد. طبعا بتطلعه نفسيا بشكل جميل جدا، تمام، العاب ترفيهيه توصله للحاله اللي هو معد ليها ان هو يخش التمرين. يخش التمرين زائد ان دوره تاني في اعداد البرامج اللي هي الخاصه بالدورات الدوليه، اللي هي السي. جيت هنا في مصر فالدكتور محمود سعد طبعا الراجل الكبير بتاعنا كلنا، قال لي يا عمرو دلوقتي الدوره دي مهمه جدا للمدربين، فالمفروض انت تاخد الدوره السي. قلت له يا دكتور انا واخد السي واخد دورات عاليه. قال لي انا عارف يا عمرو انت وضعك ايه. فبالتالي خدني ودخلت الدوره دي كانت حوالي 28 يوم. تمام. حضرت ال 28 يوم. الدوره البي كانت 25 يوم، حضرت ال 25 يوم. الدوره الاي اللي هي بروفيشنال بقى، تمام، الدوره العاليه جدا للمنتخبات، كان معايا مين؟ الكابتن اسامه نبيه طبعا، حد اخ فاضل جدا جدا، تمام، هو اللي ماسك نادي زد دلوقتي. تمام. وربنا يوفقه واتمنى له التوفيق دايما في كل مراحله. فده شغل وده السي في. انا اسف ان انا يعني لا عادي، بس السي في بتاع حضرتك واضح انه مليء. يعني انا شايفه انا هنا قدامي اصلا كمان من هنا. يعني ربنا يزيدك يا كابتن عمرو، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. ده الشغل السي في بتاعي، انما ده شغل كمدرب. يعني انا عشان اكون مقنن كمدرب لازم اكون حاصل على الدورات دي. تمام. اساسيه وتخصصيه ونقابيه ودورات دوليه من بره مصر من جوه مصر. طب فانت بقى فين؟ انا اشتغلت 5 سنين في نادي البنك الاهلي. تمام. في الدنيا سعادتك في اعمار سنيه من فريق ال91، فريق 92 و93 و94 و95، فهمتني سعادتك في نادي. تمام. البنك الاهلي. وبعدين التحقت مع الدكتور محمود سعد، راجل القيمه والقامه العاليه جدا، ان انا اسف جدا انا بشيد بيه، لان هو لا حد عادي وممكن يكون هو له فضل كبير عليا مثلا او مساعدني كتير، ايه المشكله؟ لا يحق احقاق الحق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انت دايما احنا تعودنا كمسلمين او كواحد في الامه الاسلاميه او حد في مصر البلد الجميله اللي فيها من طبعا كل الاطياف طبعا، حاجه جميله جدا. تمام. ولازم تشير ليه هو عمل معاك ايه. فعمل معاك كتير جدا، وشغلني في نادي الزمالك 5 سنين. تمام. تمام. فاشتغلت في الزمالك مواليد 95، انا اسف الزمالك كان 93 و94 و95 في امتني سعادتك و98. وبعد كده رحت بيتي بقى، اللي هو انهي بيتي بقى؟ اللي هو انا. تمام. كنت بلعب في ترسانه، لعبت في ترسانه قطاع ناشئين كله، ولعبت في نادي الطيران وانا بلعب كوره، ولعبت درجه اولى، ولعبت المنتخب العسكري اللي خدنا بيه البطوله ساعتها بفضل الله سبحانه وتعالى مع كابتن مدحت فقوسه. فالترسانه كانت مواليد 98 4 لا انا اسف الترسانه كانت 94 و95 و2003 و2001 و2007 كان العمر السني ده اللي قبل ما اروح نادي الصيد المصري، النادي الجميل اللي حضرتك فيه حاليا اللي انا شغال فيه حاليا. وكنت شغال مع فرقه 2005 وشغال مع الوقت الحالي باذن الله شغال مع فرقه 2003. تمام. مع كباتن محترمه جدا 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 وناس راقيه وناس عاليه جدا. ونادي الصيد المصري ده من احد الانديه اللي في مصر، هي صاحبه القيمه والقامه. طبعا طبعا ناس راقيه جدا جدا، وهم اولاده لعيبه دكتور جمال عبد الله وكباتن كبير جدا جدا جدا. مع الواحد ممكن يتناسى بعض الاشخاص العاليه جدا جدا، بس عندي ذكرى بعد كده ان شاء الله. لا انا كابتن بصراحه ان انا اسمح لي ان احييك حضرتك على السي في بتاع حضرتك ده بجد. والله يا فندم بجد انا اسمح لي اوجه لحضرتك التحيه بالسي في بتاع حضرتك. انا سواء الشهادات العلميه او الاماكن اللي اشتغلت فيها فيه. الحمد لله رب العالمين. وبعدين يعني احنا بنقول المدرب لازم يشتغل في مكان، ما ينفعش يشتغل في مكان تفضل من اول للاخر فيه، لا. تمام. انت لازم خبراتك تطور من نفسك برضو طبعا، وتشتغل وتطور من نفسك، لازم خبراتك تنقلها، ولازم تتكلم صح، ولازم تتعامل صح،
وتتعامل مع البرعم ازاي وتتعامل مع الناشئ ازاي. طبعا لان المدرب اللي هو الصح اللي هو في العالم كله والناس بيعملوها بره مصر واحنا للاسف هنا في مصر ما بنعملهاش. فالمدرب صاحب الخبره العاليه جدا هو اللي يمسك قطاع البرامج، مش المدرب اللي هو لسه البدايه. قطاع البرامج صعب يا فندم، برضه مش سهل التعامل معاه. الاطفال انا بتكلم ساعتك اهو، انت ممكن تكون لازم يكون مؤهل، مدرب مؤهل. ما انا بتكلم، شوف انت حضرتك بتتكلم في ايه. فالمدرب اللي هو لازم يكون مؤهل ازاي علميا وثقافيا وادبيا، تمام، ونفسيا. علم النفس، انا واخد دوره في علم النفس عشان اقدر اتعامل مع الاولاد الناشئ الصغيرين ازاي، واقدر اوصل لهم المعلومه جميله ازاي. فانت بتتكلم عن نفسك، انا ايه، فانا انا فين، انا مين، انا وضع ايه، انا بتكلم مع الناس ازاي، انا بتعامل مع الناس ازاي. ده الشغل اللي هو المنطلق ما بين الدورات التدريبيه المحترمه اللي موجوده في مصر واللي خارج مصر. والناس الاوروبيين بالفعل هم صحابات شهادات وصحابات قيم وقيمة عالية جدا 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 في كورة. احنا حابين بقى نعرف من حضرتك كيفية اختيار البراعم. اختيار البراعم حضرتك بيتم، احنا عندنا في مصر هنا نقول مثلا ناخدها من البداية. تمام. انت لما تختار برعم صغير او تختار لعيب نشئ، اختيارك البراعم ده بتبقى في 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 في, 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 في تربية وتكليف المراحل السنية لتكوين واعداد شتى اعدادات شتى لتكوين اللاعب. انت هتوصله ازاي؟ فانت تختار البرعم، لازم البرعم يكون هو لعيب كوره. يعني انا هختار ولد يكون لعيب كوره. في البراعم انت بتاخد الاساسيات كلاعب كوره، هتاخد الاساسيات ازاي؟ هتاخد هو بيعرف يشتغل بكوره ازاي؟ فاحنا بنقول احنا في مصر اختيار البراعم للاسف في جزئيتين صعبين جدا. انت بتختار برعم عنده الاساسيات في الكوره، بيعرف يمشي بالكوره كويس، يتحرك بكورته كويس، عنده الرؤيه واسعه جدا جدا ان يعمل باص لزميله في اي مكان في الملعب. تمام. وينتظر ان زميلك هيلعب لك كوره واتحرك بيها ازاي. ده الشغل الدولي اللي احنا مفروض المدربين في مصر عارفاه. فده اختيار النشئ، اختيار البرعم، انا اسف. تمام. اختيار النشئ ايه بعد كده بيبقى عباره عن ايه. فانا لازم اختار البرعم كويس، لعيب لياقته كويسه في الملعب، عنده سرعه الحركه كويسه جدا جدا، لان انت ترتقي بزميلك لما يعمل لك باص ازاي. لما زميلي يعمل باص استقبل الكوره وارفع وشي لفوق واعمل باص واتحرك بيه، ده البرعم اللي انت بتاخده. فلما بتاخد البراعم احنا في مصر عندنا اي اكاديميه، اي دوره اكاديميات، على فكره برضو كشيت بيه للدكتور محمود سعد برضو تاني اللي هو العامل دور الاكاديميات في جمهوريه مصر العربيه، دور خاص بالاكاديميات. يعني في انديه كتيره بيبقى عنده فرق الف وب وجيم في الاهلي وفي الزمالك والكلام الجميل ده كله بتاع مصر. بيقول لك الفرق الف هي الفرقه رقم واحد، رقم فرقة رقم ب ورقم ج مثلا. تمام. في اي نادي هو الفرقه اللي تحت شويه طبعا تحت المستوى. فدول عمل لهم دوره اسمه دوري الاكاديميات، الاستاذ الدكتور محمود سعد، بنسب معينه جدا، بوضع معين جدا، باشتراك معين جدا. تمام. واشتراك محدد جدا عشان الراجل عايز يعمل كوره، عايز يبني جيل من البراعم. ما هو ده الدكتور. تمام. محمود سعد عايز يعمل حاجه مختلفه جدا. تمام. فده اللي احنا بنتكلم عليه وبننسق مع بعضنا فيه. ربنا يسهل. طب هو يا كابتن هل يلزم للمدرب شهاده علم النفس للتعامل مع البراعين ولا مع البراعم؟ تمام. تمام. ما انا بقول لسعادتك عليه، انا دلوقتي انا هاخد دوره، تمام، هفيد الاولاد فيها. هتفيد الاولاد ازاي؟ انت عندك شغل علم نفس كويس تقدر تتكلم معاك او اتكلم مع ولي امر او اتعامل معاه. انا ممكن اكون موجود في ماتش مثلا، ولي امر بيتكلم معايا من بره ماتش، انا ابني ما بيلعبش. طب انت توصل له ازاي؟ اقول له دقيقه واحده مثلا حضرتك بس اخلص التمرين او اخلص التدريبه واقعد اتكلم معاه. هقدر اتكلم معاه واوصل له ان ممكن ابن حضرتك لو هو مهاري، مش هقول هو ما عندوش، لان ما ينفعش نقول لولي امر او اقول لحضرتك مثلا في ابن لحضرتك او الزميلنا الجميل في ابن ليه بيلعب، اقول له لا ابنك ما عندوش فكره عن الكوره ما ينفعش يشتغل. انا هصدمك قد ايه؟ زائد نقول بقى اما خلاص بقى شيء خلاص بقى يقعد. لا 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 نقول ولي الامر، ولي الامر يقول له لا ده ابني انت ما بتعرفش تلعب، انت كده هد الولد. صح كده بوظنا برعم نفسيه وهدمنا برعم المفروض ان هو ده اساس جمهوريه مصر العربيه بعد كده. احنا بنأسس اساس الشغل بتاعنا، بنأسس نشئ جديد. فبنأسس انا اسس من البراعم ازاي، نبدا بيها ازاي كنشئ. فبتعامل معاك علم النفس مهم جدا جدا انك توصلي بالمشاكل اللي انا وضحتها قبل كده، وان كان او ان المدرب يوصل اللعيب لحاله ان هو معد شخصيا. انزل التمرين ازاي، هدي من نفسك خالص، اعمل الشغل الجميل جدا اللي احنا طالبينه منك، الشغل اللي احنا معتادين عليه، الشغل اللي هو الصح بتاع الكوره.
المس الكرة واتحرك بيها، انسى خالص المشاكل اللي كانت قبل التمرين، عايزك تفيدني في التمرين وارجع تمن كمان الافاده في التمرين والشغل في التمرين. الكابتن جوزيه في النادي الاهلي طبعا ده حد بقى قيمه وقامه عاليه جدا جدا طبعاً. جدا انا بتكلم على انا ناس هم حفروا فيا انا، لان كان في زمان ربنا حضرتك اتعاملت معاهم شخصيا. ما انا بقى حكم مجالك، ما انا بكلم سعادتك فيه معلش. البرنامج الجميل ده الله يخليك يعني حاجه شرفني انا شخصيا. الله يخليك، الشرف لينا حضورك النهارده. ربنا يخليك يا فندم. فكان في يوم من الايام انا بتعامل معاه كابتن جوزيه ده، رحت النادي الاهلي فقعدت في المدرج فوق، فمسك البلوكنوت بسجل التمرين، انا لسه في الاول في التدريب بتعلم. فالراجل شافني ساعتها، كان معايا مدربين افاضل كابتن سامي عرابي وكابتن جميله جدا. اشتغلت حضرتك مع قامات كبيره. فانا دهلي، فقال هاتوا الراجل اللي فوق ده. فانا ده انا نازل خايف بقى، انا شاب صغير بقى كابتن جوزيه. فالراجل بيتكلم ومترجم معاه، مترجم حبيبي جدا وراجل محترم جدا في وقتها من زمن جدا يعني. فبيقول لي انت تبع مين، نادي ايه؟ قلت له انا جاي اتعلم منك. قال لي اتعلم منك؟ شوف الراجل بقى طبعا شايف النادي الاهلي بيجيب مدربين عاملين ازاي، النادي الاهلي القيمه والقامه بيتكلم على مدربين ازاي، بيخلي المدرب يتكلم في ايه ويقول ايه. فالمدرب نفسه بيكلمني بيقول لي انت تبع مين، تبع، لانه عارف ان اللي بيجي بره بيسجل التمرينه اللي انت بتعملها له وبيروح ينقلها للفرقه الثانيه او 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 جاي تكتب ايه وجاي تعمل ايه. قلت له انا بقى جاي اتعلم منك. فسبحانك يا رب يعني. الراجل قال لك لا، الراجل ده يقعد معايا هنا 7-8 ايام سبحان الله، يبقى هو معانا هنا في الدوره لغايه ما ربنا يسهله بس يستفاد شويه يعني. شوف دخلني انا في النادي الاهلي بتكلم يعني عشان نبقى عارفين يا جماعه. الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب اللي هو قائد نادي الاهلي دلوقتي، حد قيمه وقامه برضه عاليه جدا جدا طبعا جدا. لما بنتكلم عن النادي الاهلي بنتكلم عن النادي الاهلي فاتح الصرح للناس كلها، اللي عايز يستفاد ممكن يستفاد، اللي عايز يتعلم ياخد فكره ياخد فكره في النادي الاهلي، ياخد فكره في نادي الزمالك، نادي الزمالك الصرح الجميل الجميل عشان زملكاوي برضه. لا انا 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 انا, أنا, أنا بكلم حضرتك فيه، بكلم حضرتك ان انا شغال فين. انا شغال في نادي الصيد وانا صيدوي خلاص تمام. يا لا انا بتكلم على انت المكان اللي شغال فيه. طبعا بيبقى انتمائك ليه بتنطوي ليه طبعا. يبقى انا شغال في النادي ده طبعا وبحب النادي ده خلاص، انا انتمائي للنادي ده. نستاذن حضرتك نشوف بقى مجموعه من الصور لحضرتك معانا. نشوف مجموعه من الصور للكابتن. ماشي حضرتك معانا هنا وتظهر عادي. ماشي يا فندم. ماشي يا فندم خلاص كمل عم نجهز الصور. ماشي حاضر تمام حضرتك. اتفضل كمل. لا اتفضل اتفضل. طيب هو كل مدرب طبعا بيبقى معاه دوره او شهاده تعليميه لكيفيه فتره الاعداد، ان هو يعد برعم او يجهزه ان هو ينزل الملعب. تمام عايزين حضرتك تكلمنا عن النقطه دي. الاساسيات كره القدم المفروض تبدا باساس اللعيب ان هو النشأ. كلنا بنتكلم عن النشأ يا اخي. طبعا هم حضرتك الاساس. انا لما ادرب نشأ كويس وبرعم كويس اضربه على الملعب، بعد كده هيبقى لعيب كبير. شوف انت بس ساعتك بتقول ايه، ادرب نشأ كويس واعده للملعب. طبعا قصه ثانيه خالص. احنا خدناها بقى في شغل الدولي. شغل الدولي بيعلم البرعم الصغير احساسك بالكوره، استقبل الكوره ازاي واعمل باص لزميلي واتحرك معاه. احنا هنا في مصر انا بعمل باص لزميلي بفضل استنى، او بعمل باص لزميلي ياخد الكره ويجري وبجري عليه يعني. انت ضيقت المساحات ما بينه وبينك. طب تمام انا عملت باص لزميلي بفتح يعني المكان ليك شويه، بعدين انا براقبك الكره وصلتك ولا ما وصلتكش. انا ممكن عملت لحضرتك باص مش مجرد وخلاص. لا انا لا نقول نشاطها عمل باص تمام والباص ده ما وصلوش. طب الكره هتردت على مين؟ خلاص على الخصم، علينا احنا طبعا. يعني على فرقتك راحت في الخصم وهترجع عليك انت. خلاص راحت للخصم خلاص. الراجل استحوذ على الكوره ونقل الكوره وراح جاب جول. انت واخد الكوره وطالع قدام، انا طالع مع زميلي. طب فده اللي احنا بنتكلم فيه. الشغل الاوروبي بيقول ان انت لما تعمل باص لزميلك اهدى معاه شويه واتحرك معاه بهدوء. لما زميلي يستحوذ على الكوره كويس ويمسك كورته ويعمل دوران ويلف على ان هو بيوجه نفسه للعيب الخصم بعد ما يستحوذ على الكوره كويس طبعا. بيعمل دوران ويتحرك بكوره. ده اللي احنا بنتكلم فيه على الناحيه التدريبيه للبراعم. انا بعمل باص ببطن رجليها ازاي، استحواذك على الكره ازاي. لما اسسك صح هتعرف انت بعد كده اي حاجه في الملعب او اي خطوه في الملعب هتعرف تعملها. فانت بنتكلم على شغل الكوره يعني. استحوذ على كورتك، الكره اللي جايه لك بستقبلها ازاي، يبقى استقبال الكوره. نتكلم بناحيه برضك، مش هنتكلم من ناحيه علميه، احنا عايزين الناس كلها تبص على البرنامج الجميل ده وتبقى فاهمه الكابتن بيتكلم ايه والاساتذه المحترمه بيتكلموا في ايه. تمام. انا بتكلم ان انا اوصل الكلام ده لكل من هو خاص في كل حد، كل شعب مصر، الناس كلها تفهمه، الناس العاليه جدا والناس المتوسطه والناس طبعا. الاقل طبعا. فاحنا بنقول شعب مصر
ايد واحده، فايد واحده احنا كلنا مع بعض بنوصل المعلومه ازاي، انا استقبل الكره ازاي، اتحرك بكره ازاي، ابص على زميلي قبل ما العب له الكوره بيلعبها فين. ولو خدنا الكلام ده كله، لان ده الكلام ده كله في طرق واسعه جدا 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 ماشي. جدا مش هنقدر ان احنا نقولها كلها، بس بنتكلم على استقبالك للكوره وعمل باص لزميلك والرؤيه الصح ان انت تبص تكشف زميلي فين واعمله باص تتحرك معاه ازاي. دي اساسيه في شغل البراعم، عشان برضو يعني احنا بنقول ان احنا اذا كان ربنا يكرمنا في لقاء مع حضرتك تاني هنتكلم بشكل واسع جدا ونتكلم مع البراعم بشكل كبير ان شاء الله. يبقى احنا استاذن حضرتك هنخرج فاصل وراجعين. تحضر من تحضر من ورجعنا لكم بعد الفاصل وما زلنا في اطار الحديث في حلقتنا الرياضيه النهارده المشوقه جدا مع الكابتن الجميل عمرو مسعود مدرب قطاع الناشئين بنادي الصيد المصري. تمام يا كابتن عمر، حضرتك قبل ما نخرج من الفاصل اتكلمنا عن الشهاده التعليميه او لتدريب فتره الاعداد للبراعم. احنا الوقت عايزين نتكلم عن المدرب، هل يلزمه انه يكون معاه شهاده علاج طبيعي؟ المدرب الكوره البروفيشنال، المدرب الكوره اللي هو العالي جدا، لازم يكون معاك شهاده خاصه بالعلاج الطبيعي. ليه؟ لان انت لا قدر الله احنا في مصر عندنا بتلاقي حاجات كتيره جدا للاسف مش منضبطه، للاسف يعني في مجال الرياضه، يعني ممكن تلاقي الدكتور اللي معاك مش موجود. تمام. في لعيب حصل له اصابه مثلا في الماتش او في بدايه التدريب او في فتره الاعداد اللي انت بتعملها في كل مجالك انت في الكوره. فانا لو ما عنديش خلفيه اقدر اعالج اللعيب ازاي، يبقى انا هشتغل ازاي؟ طبعا. انا هعالجه ليه؟ هعالجه لان ده اللعيب ده اللي انا محتاجه بعد كده، انا محتاج اللعيب ده هشتغل معاه ازاي؟ طبعا. محتاج لعيب، محتاج اتنين، محتاج تلاتة في كل مركز هشتغل معاه. فدي مهمة جدا جدا لأي مدرب يكون عنده خلفية بالعلاج الطبيعي، ودي مهمة جدا جدا ان احنا خدنا الحاجات دي في بداية الدورات التدريبية، انما اللي خدها بقى بفكر مختلف خالص عن طريق كلية التربية الرياضية بشكل مختلف خالص، بدراسه مختلفه خالص. دراسه اكاديميه طبعا، ده اكاديميه شو الاكاديميه انا دور، لا الدوره بتاخد دوره دوليه في الطب الرياضي. تمام. بتقدر تتعامل معاه ازاي؟ فدي مهمه جدا جدا لعيب كوره. لازم طبعا كمدرب اكون ملم برضه بعلوم اخرى، مش بقاش مدرب وخلاص، لان ممكن يحصل زي ما حضرتك قلت ان الطبيب مش متواجد او حصل ظروف او اي حاجه. انا بكون انا عندي فكره حتى مبدئيا. ما الفكر المبدئي ده بيخليك انت تفتح المجال لنفسك انت. طب هقف ازاي واشوف الدنيا ازاي، وبقى انا عندي خلفيه بالطب الرياضي ايه، الدكتور عالج غلط. تمام. بقف اعالجه، بقف عنه وبكلمه الكلام ده. لان انت بيبقى معاك منظومه كامله متكامله. المنظومه الكامله المتكامله تبقى عباره عن كام؟ عن حوالي 10 مدربين في جهاز، 10 مدربين في فرقه واحده. فالدرجه الاولى تمام، نادي زد برضك بيتكلم على 10 مدربين او 12 مدرب او جهاز متكامل. انديه كتير في مصر دلوقتي بتعمل جهاز متكامل، النادي الاهلي نفس الوضع، النادي الزمالك نفس الوضع. فده شغل جميل جدا يا جماعه. الشغل في مصر، الشغل في الكوره عشان نرتقي بيه، هنرتقي بيه ازاي؟ فده الكلام مع ماشي يا جماعه. مجموعه من الصور للكابتن، دي السي في بتاع حضرتك. ده السي في ده حضرتك مترجم اللغه الانجليزيه. تمام. خاص بي انا. تمام. ودي الشهادات التدريبية على ما أعتقد. قضية الشهادات التدريبية. الشهادات التدريبية اللي أنا اتكلمت مع سعادتك أنا فيها. تمام. ودي الأندية اللي ربنا كرمنا أنا بيها وكنت شغال فيها. تعاملت معاها. تعاملت معاها طبعا. أنا لسه ما ضفتش بقى نادي الصيد المصري، نادي الكيما والقمة بقى. ده بقى المؤخرة. ده بتاعي أنا بقى نادي الصيد. تمام. ماشي. الصورة يا جماعة.
ودي بقى الدكاتره والكباتن الكبيره جدا جدا في مصر، وكابتن عبد الشافي والكباتن كلها، ويعني كان في دور الزد اللي هي الدوره الخاصه بالبراعم اللي كانت معموله السنه اللي فاتت، كانت منشاه السنه اللي فاتت في نادي الصيد الرئيسي وفي نادي زد، كنت انا موجود معاهم في الدوره دي. وكباتن زي ما انت شايف سعادتك ناس كبيره جدا، ودول برضه كابتن ماهر همام وناس محترمه جدا، كان فوز سكوتي وكباتن كويسه جدا جدا، كنت انا معاهم في الدوره ساعتها في الدوره دي، ودول اعضاء مجلس اداره نادي الصيد المصري، النادي الجميل لنادي القيمه والقامه بتاعنا بقى. تحيه جميعا لجميع اعضاء مجلس نادي الصيد المصري. نادي الصيد المصري تمام. ودي كباتن، كانت كباتن النادي الاهلي، كنت انا بتصور معاهم الصوره دي، وكباتن كابتن نادي الزمالك كان معانا في الصوره برضه، كابتن ماهر همام والدكتور جمال عبد الله. انت طبعا مجموعه من صور الاحتفاليات. ما انا بتكلم مع حضرتك عشان نبقى يعني نبقى احنا عارفين الناس دي مين. الناس دي طبعا من قيمه والقامه في نادي الصيد المصري، الناس طبعًا الكبيره جدا لاعبينا الكبار دي. والكابتن ايمن منصور هو مدير قطاع الناشئين بنادي الصيد المصري، تمام، وراجل كبير جدا التحقيق، اللي بيدينا كل ما هو اي مدرب محتاج حاجه معلومه بياخدها منه. طبعا كابتن ايمن منصور ده قيمه وقامه جامده جدا، ربنا يديهم الصحه جميعا. وكابتن ماهر همام، وبرضك احنا بنتصور في الصوره دي برضك مع الكابتن سيد اللي هو المدير المختص بالدوره دي واعداد الدوره ديت. وهنا بقى كابتن اسماعيل يوسف بقى ابنه الجميل اهو معانا اهو. كابتن الدوره دي تاريخ طبعا في الكره المصريه، تاريخ. وكابتن سمير عثمان الحكم الدولي بتاعنا في مصر، وهو المشرف صح، ودول برضك اعضاء من نادي الصيد المصري وكباتن كبيره طبعا. دي نفس الصورة، نفس الصورة مش مشاكل فيها. احنا لابسين معانا الكمامة اهو، لو لبس بقى زي بقى كمان اهو، ده الزر الجزمة بقى. انا واخد الجزمة الأديداس، لان طبعا دي شنايدر كان لابس الجزمة الأديداس، فما ينفعش ما البس الكوع يعني. لا حضرتك طيب يا فندم، طبعا كل مدرب بيكون معاه شهادة للألعاب التوافقية قبل التمرين لفك التعصب قبل التمرين بالنسبة للبراعم والناشئين. تمام، يا ريت حضرتك تدينا فكرة عن الموضوع ده. ما هو نرجع ونقول تاني برضك ان انت كمدرب معد ازاي؟ كيفية اعداد المدرب؟ المدرب لازم يكون انت بتدرب مدرب او بتخلي مدرب هو يمسك قطاع البراعم. لازم في مدير فني لقطاع البراعم للفرقة الخاصة، مش مدير، في مدير عام لقطاع البراعم. ده في كباتن كبيرة جدا وناس كبيرة سنيا عالية جدا جدا. هم اللي ماسكين الكلام ده المفروض. فاحنا بنقول ايه البرعم نفسه يتمرن ازاي وياخد فكره ازاي. لما انا اجيبك انت كلاعب لسه معتزل واخليك تمسك البراعم، طب ازاي انت عندك فكر ايه هتقوله؟ عندك شغل ايه هتقوله؟ لا يا كابتن انا عندي شغل، انا كسرت الدنيا في نادي ونادي ونادي، كسرت الدنيا، امسك انا برعم ازاي؟ امسك الفرقه الكبيره درجه اولى الاول. فنقول هنا بقى الشغل الصح ان انت بتحط اعلى مدرب في النادي يمسك البراعم. نقول الكلام ده ازاي؟ في اوروبا مدربين عاليه جدا واكبر سنا واكبر فكريا، تمام. ممكن مدرب يكون هو حاصل على شهادات تدريبيه كويسه جدا انما مش كبير في السن، تمام، فهمتني ساعتك؟ انما احنا بنقول ده مدرب عالي فبيبان بشغله طبعا يا فندم. فاجيب المدرب ده ويمسك البراعم، المدرب ده صاحب قيمه وقامه، المدرب ده بياخد العائد المادي بتاعه كام؟ اعلى عائد مادي يا فندم بياخده هو المدرب اللي هو الحاصل على شهادات تدريبيه عاليه جدا، وعنده استعداد ان هو يدرب البرعم. عندي يدربه ازاي؟ بستكشف المدرب كويس جدا، هو اللي يمسك البرعم، بديله في العائد المادي بتاعه عائد عالي، فده عشان بنقول ده مدرب عالي. طب نخش على قطاع الناشئين، بتلاقي نسب تتجاوز شويه، بتتجاوز مش لاعلى، بتبقى اقل شويه، لان صعب التعامل بالذات مع البرعم بالذات. انا النهارده النهارده مرجعه مهمه جدا، عملت برعم صغير عشان البرعم ده اتعمل ليه؟ عشان يفرق مع الفرق الدرجه الاولى. طبعا يفرق مع الدرجه الاولى ازاي؟ هيقف مع الدرجه الاولى ازاي؟ ده الفرق بين لعيب ولعيب تاني، بين ناشئ وناشئ تاني. فانا بتكلم على شغل الكوره عباره عن ان انت بتعمل برعم صغير وبتدي تقننه وبتدي تفهمه وبتدي تعلمه، هيفرق معاك بعد كده، هيفرق في قطاع الناشئين، هتبص تلاقي فرق معاك ايه في الدرجه الاولى. يبقى انت منظم، شغال بنظام معين جدا، شغال باسس علميه عاليه جدا وصلت للفرقه الدرجه الاولى بمرحله انت بتاخد الدوري وتاخد الكاس وتاخد مش زي ما الناس كانت بتعمل تجيب لعيبه من كل حته، يقول لك لعيب هنا ولعيب هنا. وحضرتك اسمح لي في التشبيه، ان انا بشبه البرعم دلوقتي باساس البناء،
ابني صح بعد كده هبني صح، الزرعه الجميله او النبته اللي البذره او النبته اللي بتتحط في الارض وبعد كده استنى منها حضرتك بتتكلم عليها دلوقتي يعني ده التشبيه انا المتواضع بالنسبه. لا يا فندم ده تشبيه حضرتك جميل جدا، ان احنا بنبدا بنزرع ازاي من تحت، لان هو ده الاساس. تحت لفوق الهرم اتبنى ازاي؟ طبعا القواعد، اي بناء في اللي بتبني القواعد الاول وبعد كده بتستنى بقى اوصل للقمه فوق. صح، انا هبدا في تحت هبوظ، هعمل حاجه مش مدرجه، هعمل حاجه مش منطقيه، يعني انا هعمل ازاي لما هجيب من كل فرقه في مصر انقي 2 3 لعيبه من كل فرقه عشان انا فرقتي رقم 1 رقم 1 نمبر 1 الفرقه. طب تمام، انت بعد سنه سنتين كده كده يا جماعه يعني ما ينفعش ما ينفعش. انا كل ما ربي النشء صح او برعم صح هبقى بعد كده فيما بعد كل ما بيكبر معايا انا بشبه بتكلم محتاج مع حضرتك في كيفيه ان احنا بنشوف الفرق كرة ازاي، كيفية ان تبني بناء كرة، هبني كرة ازاي، هبدأ بالبرعم، هوصل بيه قطاع الناشئين، هوصل بيه للدرجة الاولى، هوصل بيه المنتخب مصر بره. عشان انت تقول منتخب مصر انت عندك فرق كرة. المانيا يا جماعة كان بتعمل الكلام ده كله، كانت قافلة الباب عليها خالص وبتعمل شغل كرة صح، ووصلت وصلت وصلت وصلت. نقول مثلا الارجنتين، نقول مثلا البرازيل، يعني الناس دي كلها شغالة ازاي، نسمع عنها طبعا، الناس دي كلها شغالة ازاي. اسبانيا، انجلترا، انجلترا دلوقتي الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي كابتن صلاح طبعا ربنا يكرمه ويوفقه دايما، اللي هو الرفع شأن مصر كل حته في الدنيا كلها. فبتمنى التوفيق لكابتن صلاح في كل وقت، كل هو فعلا فخر المصريين بجد، فخر الوطن العربي بصراحه، يعني ده حد. وبعدين ده ابن نادي المقاولين العرب، نادي المقاولين العرب صاحب القيمه والشغل الجميل جدا في نادي المقاولين العرب. نادي طبعا له اسمه برضه المقاولين العرب. لا لا تاني، نادي المقاولين قصه ثانيه جدا، نادي جميل جدا على فكره. انا نفسي بحبه مع الناس الزمالك مع اني زملكاوي، بس انا احب. لا ربنا يكرمك. انا كنت بتكلم ان انا شغال انا اشتغلت في انديه كتير طبعا، خمس انديه اشتغلت فيهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فانتمائك للنادي اللي انت شغال فيه، انا بشتغل في نادي الزمالك، انتمائي لنادي الزمالك. شغال في نادي البنك الاهلي، اشتغلت في طبعا بدايتي في الكوره، فهمتني، مع الكابتن احمد شعبان اللي هو كان مدير قطاع الناشئين ساعتها وكان ماسك الدرجه الاولى، حد محترم جدا جدا جدا. فالراجل علمني وفهمني وابتديت. طبعا بيبقى انتماء حضرتك للجهه اللي انت شغال فيها حاليا. وعايز اقول لساعتك حاجه كمان، نرجع ونقول تاني، الدكتور طلعت شتا اللي انا تناسيت، انا اسف جدا والله، بتاسف لك يا دكتور. طبعا أنا في الحلقه في اكيد هننسى الدكتور طلعت شتا ده، اللي هو المنظم والخاص برومانيا وكرواتيا والدوره الدوليه لبره مصر، حد غايه في الاخلاق والجدعنه والرجوله. بنتكلم بقى عشان الناس بقى تبقى عارفه ان احنا بنتكلم، مش بنتكلم بقى قامات حضرتك. انا بشكر حضرتك جدا وبحييك ان حضرتك بتذكر القامات ديت وبتوصلها للناس، حتى لو في ناس مش عارفه مين دولت او ادوارهم ايه في الكره. ده انا بشكر حضرتك ان انت بتذكرهم هنا في البرنامج بتاعنا. احنا بنتكلم احنا بنوجه لهم التحيه والشكر بصراحه من اسره البرنامج جماعه، لكل الكباتن اللي حضرتك ذكرتهم. وعلى فكره عايز اذكر برضو الصوره ما جاتش ما وضحتش، الاستاذ محمد العقده عضو مجلس اداره نادي الصيد المصري، احد القامات الجميله جدا 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 في الكوره، وهو اللي بيشيد وهو اللي بيسارع وهو اللي بيظبط الدنيا كلها في نادي الصيد المصري، حد محترم جدا جدا، مع الدكاتره المحترمه، مع الاساتذه المحترمه جدا. احنا جبناهم في الصور، هو في صوره ليه محمد العقده وانا لابس التريننج معاه. فحد محترم جدا جدا جدا، محمد بن عقده ده حد من الناس الافاضل جدا جدا في نادي الصيد المصري. وناس كلها قيمه وقامه، ويعني ناس جميله، ناس جميله بجد والله، ربنا يديهم الصحه يا جماعه. طب يا فندم احنا عايزين نعرف بقى طرق التدريب حضرتك وتقنيه ادارتها مع البراعم والناشئين، ازاي بتدربه وازاي ايه طرق التدريب معاه، ازاي بتبدا معاه ازاي؟ هو اللاعب البرعم الصغير بيبتدي تدريب احساسك بالكوره بتشتغل بيها ازاي. فانا لما اللعيب بياخد احساس بالكوره واستقبالك للكوره وتحرك بالكوره، بيبتدي ياخد اساسيات كره القدم. اساسيات كره القدم، انت لمستك بالكوره ازاي؟ نوضح للناس بشكل مختلف تاني، ان انا لعيب الكوره لما اجي ادوس على كورتي ازاي؟ انا مش عايز اضغط على الكوره ولا كلام، لا ثبت الكوره في الارض. الناس اللي بتقول لك ثبت الكوره، لا، انا ادوس على كورتي ازاي؟ ادوس على الكوره بالاسترز، استقبل الكوره بوش رجلك خارجي اليمين، استقبل الكوره بوش رجلك خارجي الشمال. احساس اللعيب بالكوره مهم جدا، فترات الاحساس اللعيب بالكوره مهم جدا، تدريبات خاصه بالاحساس، فترات خاصه بالشغل البرنامج التدريبي. فالمفروض ان كل مدرب وكل مدير قطاع ناشئين او كل مدرب مسؤول عن البراعم عنده كيفيه استعمال التدريبات الخاصه بالبراعم، بتدي فرصه للمدرب يدي للولد البرعم الصغير احساسه بالكوره. وزائد ان انت هنا في مصر بتعمل حاجه صعبه جدا، الناس كلها ضاغطه على الاستاذ الدكتور محمود سعد، عايزين نعمل دوري براعم. الراجل قال لك هنعمل دوري اكاديميات. فالراجل بيفكر فكر عالمي، فكر دولي.
فحد فكر في مصر ان يعمل استضافه مش دوري بقى خالص، لان الدوري الدوليه الدوله العالميه في المانيا وانجلترا بيعملوا انا اسف بيعملوا دوري اسمه دوري اكاديمي دوري مجمع للفرق كلها في نادي مثلا نقول نادي الصيد، تمام، بيجمع اللعيبه الفرق كلها زي الدوره اللي هتتعمل في نادي الصيد او بتتعمل عامه كل سنه، وان شاء الله يكون لنا نصيب باذن الله وحضرتك تكون متواجد معانا في الدوره دي ان شاء الله في شهر واحد اللي جاي باذن الله. فالدوره دي بيجمع انديه كتير، هل الدوره دي خاصه بكاس والبطوله؟ لا، دي انت بتقول بتشبع اللعيب الصغير بكره القدم، كل لعيب بيطلع اللي عنده، وزائد ان الدوره دي انت لو حضرتك جبت الصوره الجميله اللي كانت موجوده معانا قبل كده، الصوره يا جماعه الصوره الصور الجميله جدا، في صور في صوره انا ممكن اوضحها لحضراتكم، صور لو موجوده للكابتن تاني لو سمحتوا. ف اتفضل يا كابتن. الصور بتبقى يعني الوضع نفسه ان انت بتعمل دورة دي عباره عن ايه؟ دوره البراعم، اسمها دوره البراعم بنادي الصيد المصري. دوره البراعم دي خاصه بنادي الصيد المصري، زائد دخل معاه نادي زد. نادي زد نادي جميل جدا، وان شاء الله بامر الله اتمنى له التوفيق الفتره الجايه دي. فعمل دور البراعم للمراحل السنيه، تمام، كلها اللي تحت كلها من 2007 و2008 و2009 و2010 و2011. يعني انت بتتكلم على عمر سن هيبدا السنه دي 2011، تمام. طب هيبتدي العمر صور ثانيه لو سمحت، هيبتدي العمر السن ازاي معاه؟ هيشتغل ازاي؟ فاللعيبه لا الصور مش الصور معك صور الكابتن مع الكباتن يا جماعه. هو الراجل بيجيب بس مفيش مشكله، انا بس الصور مهمه جدا عشان اقدر اقول الناس دي هي يعني صح هم اللي في مصر، يعني الناس دي يا جماعه القيادات اللي في مصر، قيادات مصر مين هم في الكوره يعني اهو، تمام. بص حضرتك الناس يعني يعني بنبص على اللعيب في الملعب، كم لعيب كم لعيب في الفرقه اللي شغال في الملعب اهو، حضراتكم اكيد لكم نظره طبعا، كابتن امام وكابتن طبعا، يعني كباتن كبيره جدا جدا جدا، ودول قيادات نادي الصيد. طب هو يا فندم هل التعامل مع الفئات العمريه الصغيره دي بيبقى اصعب من التعامل طبعا مع الفئات الكبيره؟ ما هو هنا بقى المدرب، المدرب فين؟ هنا بيظهر بقى دور المدرب، هنا المدرب اللي هو صاحب الفكر والقلب الكبير جدا يتعامل مع اللعيب ازاي؟ فلما بيعرض هو الصور دي انا عايزه يعرض صور الصور كلها ديت لقيادات نادي الصيد المصري، نقول الصور جماعه في نادي زد، يعرض الصور كلها لان مهمه جدا واحنا بنتكلم انا وحضرتك كده. انت بتشتغل مع البرعم ازاي؟ بعلمه اساسات كره القدم، اساسات كره القدم، لمس الكره وتحرك بالكره دي مهمه جدا جدا جدا، عشان برضو انا ما ينفعش اندرج مع حضرتك في نقط عايزه وقت كبير جدا. طبعا طبعا. فالبراعم ليها قصه شغلها خالص. البرعم النهارده لما يشتغل كويس هيطلع في النشء كويس جدا. فانا لما اظبط اللعيب وهو صغير بعلمه اساسات كره القدم، نخش مع اللعيب يطلع في النشء يشتغل ازاي. لما اللعيب بيشتغل في البراعم بيشتغل على ربع ملعب، على نص ملعب، تمام، يعني كل فئه عمريه حضرتك برعم او نشئ له تدريب معين او ليه شغل معين. انا النهارده لما اديك الاساسيات كره القدم بتشتغل بيها ازاي، ببتدي النهارده اعمل دوره مجمعه، انت كنادي بتعمل دوره مجمعه ملهاش دعوه بالدوري والكاس، بتشمل الفرق كلها، وتجيب الفرق تستضيفها عندك في النادي، يعملوا دوره اسبوعيه، دوره شهريه، بيعمل الدوره دي لمده 15 يوم 10 ايام، بيبقى انت بتبص المستخلص بتاع الفرقه دي كلها بيجي مدربين في النادي الاهلي والزمالك ومولين والنادي الانديه الكبيره جدا، بيشوف انت عندك برعم ازاي شغال كويس، ببقى انا عندي فكر باني فكر عن الولد ده هيبقى معايا فرقتي، تمام. انت بتاخد الولد نفسه لك وجهه نظر كمدرب بقى وعارف مين اللي لا انا انا ببص اشوف الولد ده امكانياته ايه، فالولد كويس جدا بيبقى الولد البرعم ده هيتحط معايا في مقاولين العرب مثلا، الولد ده هيتحط في نادي زد، الولد هتحط في نادي الاهلي، الولد هتحط في نادي الزمالك، الولد هتحط في انديه كتيره في مصر. فانت بتاخد الولد بتبتدي البرعم نفسه هو متمرن كويس واخد اساسات كره قدم، بتبدي تبص عليه، تمام، ونظره كبيره جدا اللي احنا هنا في مصر الكشافين في مصر، خلاص الكشاف في مصر ده كان هو الاساس كره القدم، تمام. الكشافين في مصر كان ناس افاضل كبيره جدا جدا في انديه في مصر كلها، كان الكشاف ده بيروح يستكشف لك من الانديه اللي في مصر، كان احد الوزراء المحترمين هنا في مصر لا داعي لذكر اسمه، تمام. عمل انديه في عمل في كل ساحات ملعب، في كل ساحه في مصر بقت فيها ملعب، الكلام ده كله كان متغطي ما كانش موجود، كان كله بيبني عمارات، لا ده قال لك هنبني ملاعب، وبص حضرتك في اماكن كتيره بقى فيها ملعب صغير،
الناشئ بيعمل ايه. الكلام ده يا جماعه بيتعمل في اوروبا، في اوروبا، في امريكا، في البلاد الدوليه دي بيعملوا ملاعب سله. طب انت بص مع كل الافلام اللي احنا اتفرج عليها كل الدنيا طبعا. تبص تلاقي احنا اندرجنا نقطته السله في كل حته، اليد في كل حته، الهاند بول، كره القدم وكره يعني الناس كلها فاتحه يا جماعه. احنا بنقول البرعم في مصر ابن مصر. انا لما هعتني لما هعتني حضرتك بالبرعم والناس نفسه هقول انا وصلت ليه. ده الفرق ما بين حد بيتكلم في شغل الكره الصح وبنطلع بمصرنا الحبيبه الجميله مصر طبعا. يعني للاعلى حته في العالم. فكره من حضرتك سريعا كده، يعني موضوع حضرتك شيق جدا، احنا عايزين نعرف يعني نبذه سريعه عن الاحمال. حضرتك واخد شهاده في الاحمال طبعا، سمعت انا من السي في بتاع حضرتك. تمام، يا ريت تدينا فكره عن تدريب الاحمال كده سريعا. ما هو تدريب الاحمال ده حضرتك التحمل العام والتحمل الخاص والشغل الرشاقه والمرونه والتوافق. تمام. حضرتك انت كمدرب كوره بتيجي تعمل فتره اعداد، ما ينفعش انا اجيب لعيب من بيته اديله حمل عالي. تمام. انا ببدا بندرج تدريجيا باللعيب الكوره. ابتدي معاه ازاي؟ ابتدي حمل بسيط، حمل متنوع، العاب رشاقه ومرونه، بدول الشغل الهادي جدا في الاول. ببني جسمانيا. ما ابني جسمانيا ازاي؟ زائد مع الشغل البدني. تمام. بديله شغل تحمل عام، تحمل اجري اتحرك بيها. الشغل الدولي بيعمل ايه في اللعيبه دلوقتي؟ انت لما بتيجي تعمل نشأ للاسف، لو انت بصيت عليها في اكيد حضرتك يعني الدنيا كلها كانت مفتوحه قدام سعادتك في يوم من الايام وشفت المدربين شغالين ازاي، بتلاقي المدرب بيجري اللعيب في الملعب بس. انا هجريك في الملعب ليه؟ اللعيب اصلا المصري ما بيحبش يجري ومعاه حاجة. فانا هجريك في الملعب زائد ان انا هديك الاحساس بالكوره. ازاي؟ خلي اللعيب يجري في الملعب مع كوره. مع كوره يعني اللعيب يجري صاحب الكوره. انا بقول للاولاد وانا بدرب في نادي الصيد، بقول لهم يا جماعه في تدريبي انا الكوره دي صاحبها، دي صاحبتك. هو الكلمه لحضرتك القطه الصغننه اللي معاك الاحساس دي كمان يعني اللي نقطه. انا بقول لسعادتك الكوره الصغننه اللي معاك انا هصاحب ان في قطه معايا، القطه معايا دي معاك في البيت، انت مش بتصاحبها؟ صاحبها طبعا. طيب انا لو انا صاحبت الكوره مش هتشتغل معايا؟ لا والله. وحضرتك قلت الكلمه لفتت نظرنا، كلمه حكايه الاحساس في الملعب دي، يعني انا نقطه اول مره اسمعها وانا بحيي حضرتك عليها بجد. ربنا يكرمك. ما هو انا فعلا لازم احس بالحاجه اللي انا بعملها عشان ابدا ان انا اتقن فيها واشتغل فيها صح. انا هتقن فيها ازاي؟ انا بكلم حضرتك حتى الناشئ، انت لما بتيجي تدربه بدني حببه في التمرين. احب التمرين ازاي؟ انا ممكن اعمل تمرينات بطن وظهر، الناس بيعملوا التمارين دي بميوزك في المانيا. انا هجيب لحضرتك استدعاية الخاصه بتدريبات الدوليه العالميه في اي لقاء مع سعادتك ان شاء الله اللي جاي باذن الله وحسب ما يريد ربنا. هتتفرج هتشوف ديفيد شنايدر ده بيعمل تمرينات ازاي وبيتحرك مع الولد ازاي ومع الرقص والتحركه قصه عشان الولد ايه يكون مؤهل. مؤهل ان هو يعمل التمرين. انا هديك ابره صعبه جدا بس هتقبلها ازاي. ماشي حبيبي. احنا يا فندم معلومات حضرتك شيقه جدا وكانت حلقه ممتعه، انا عن نفسي والله كنت سعيد بيها جدا. تمام. بس الوقت نظرا لضيق الوقت وكده بنقول لكم يا جماعه انتهت حلقتنا النهارده، وانتظرونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من حلقات برنامج ابن حياتك. شكرا يا فندم. ربنا يكرمك. شكرا يا كابتن.